الساعة 8 صباح كل يوم تفتح بوابة القصر الإمبراطوري واحدة تلو الأخرى. ساحة قاعة تايخو هي المكان الذي يجب أن يمر به الزوار، لكن في الماضي لا يمكن لأحد أن يذهب إليه إلا في المراسم الوطنية العظيمة. اليوم 9 من شهر الأول في التقويم الصيني عام 1661 هو اليوم الثاني بعد وفاة الإمبراطور شنجي، سيقام حفل اطلاء شنية للعرش. الساعة 3 عند الفجر تبدأ الاستعدادات لأعظم المراسم في المملكة، المحمل الخاص للإمبراطور والآلات لعزف موسيقى القصر والموسيقى الطبيعية مع حرس الشرف يتم صفها بترتيب خاص، ويتم عرض المرسوم الإمبراطوري والعريضة والختام الإمبراطوري. تم فتح جميع بوابات قاعة تايخو، كانت اللحظة المباركة. يتفضل وزير الثقافة بالشنية إلى العرش الملكي في قاعة تايخو. هي الساحة الداخلية لأعظم وأكبر المباني في العالم، تبلغ مساحتها أكثر من 30,000 متر مربع. يركع ويسجد رجال البلاد على الساحة أمام الإمبراطور الجديد عدة مرات. الحقيقة لا يمكن لرجال البلاد أن يروا الإمبراطور لأن الفرق العمودي يصل 10 أمتار، أما الإمبراطور يجلس على عرشه وتمنع للسلالم نظرته، فلا يستطيع أن يرى رجال البلاد في الساحة إطلاقا. هم يعرضون المسرحية حسب البروتوكول فقط، المشاهد الوحيد هو السماء. حفل اطلاء العرش للإمبراطور الجديد يخلفه جو مراسم التابين للإمبراطور المتوفي، فلم تؤذف موسيقى القصر ولا موسيقى الطبيعية، لكن هذه الموسيقى سوف تؤذف 3 مرات كل عام: ميلاد الإمبراطور والعيد الربيع وعيد تونجي. ففي هذه الأيام 3 سوف تقام أعظم الاحتفالات في هذه الساحة. تكون هذه الساحة الكبيرة والعظيمة هادئة وفاضية في أغلب الأوقات، إضافة أن هذه المراسم الوطنية. عام 1945 أعلن الغزاة اليابانيون الاستسلام غير مشروط. تقام مراسم قبول استسلام اليابان في ساحة قاعة تايخو نفس العام. هذه المراسم تعتبر المراسم الوطنية الأخيرة في التاريخ. قد ابتعد عنا أبطال المسرحية التاريخية واتركوا هذا المسرح غني بالقصص والأساطير. يستمع الأصوات القادمين بالصمت.